في ظل جائحة كورونا، ما هي اللي كرهت؟ هي جائحة كورونا كانت واحد المسألة اللي هي استثنائية اللي حدثت في الحياة ديال جميع المغاربة وجميع المهن، وبالخصوص كان لها أثر كبير على الممارسة ديال المهنة المحاسب، سواء المعتمد أو المحاسب المستقل. علاش؟ لماذا؟ لأنه كاين حنا ملزمين بتواريخ معينة تلزمنا بأن نقوم بتصريحات معينة، وبالتالي لم يكن لنا أي مجال للتوقف على العمل رغم الإكراهات الصحية ورغم الإكراهات، فكان لابد من مواكبة المقاولات في تلبية حاجياتهم والقيام بالتصريحات، سواء منها الجبائية أو التصريحات الاجتماعية. هذا من ناحية العقد الذي يربطنا مع المقاولات الشركة. ثم كانت هناك إكراهات اجتماعية، لأن لا يخفى عليكم بأن الحجر الصحي أدى إلى التوقف ديال عدة شركات، وبالتالي كان لهذا التوقف انعكاس على الجانب الاجتماعي، بحيث أن الأجراء توقفوا عنه ولم يكن بإمكانهم التوصل بمستحقاتهم مقابل الخدمة التي يؤدونها للشركات، وبالتالي جاء صندوق كوفيد من أجل إنقاذ الوضع الاجتماعي، وبالتالي كنا مرغمين سواء من ناحية الإنسانية أو من ناحية الوطنية بأن نقوم بهذه التصريحات لفائدة هؤلاء العمال المتوقفين عن العمل، بحيث حسب الإحصائيات المتوفرة لدينا قمنا بما يزيد على 120 ألف تصريح لفائدة العمال من أجل تلقي المساعدات ديال صندوق كوفيد. إلى جانب ذلك ظهرت مؤخرا في أواخر سنة 2019 بعض الاتفاقيات من أجل تبرئة الذمة بالمقاولات مقابل أداء بعض المساهمات، وكانت هناك عدة اتفاقيات وصلت حوالي 22 اتفاقية قطاعية ما بين وزارة المالية وما بين القطاعات، وكان بالتالي لا بد لنا بأن نواكب الشركات والمقاولات التي تعمل في هذا القطاع، أولا لتسهيل العملية ديال المساهمة والانخراط في هذه العملية ديال المساهمة الإبرائية، ثانيا من أجل تدعيم مالية الدولة، لأنه كما لا يخفى عليكم بأن هذه الاتفاقيات ديال المصالحة بين القطاعات وبين هذا درجت عدة أموال في خزينة الدولة، وكان من الواجب علينا كوطنيين نظرا للضغوطات التي عاشتها خزينة الدولة أن نواكب الإدارة في هذا الباب من أجل استرجاع على الأقل نسبة من العجز المالي التي عرفتها الميزانية ديال 2019. أستاذ محمد الزروني، أنتم تعلمون بأن المغرب تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، بالأمس كانت الانطلاقة الرسمية وكان أول مواطن مغربي الذي تلقى هذا اللقاء هو صاحب الجلالة. أكيد أنكم تتبعتم صور صاحب الجلالة، ما تعليقكم على تلك الصور؟ وهو هذا لا يخفى على صاحب الجلالة، بحيث أنه من خلال المبادرات والقرارات الحاسمة التي اتخذها صاحب الجلالة جعلت المغرب من أوائل الدول وفي المصاف الدول الأولى التي بادرت بقرارات حاسمة من أجل مواجهة جائحة كورونا، وبالتالي كنا من أول بقرار ملكي أول الدول التي أغلقت حدودها حفاظا على صحة المواطنين رغم الآثار السلبية التي كانت على الاقتصاد الوطني، ثم تواترت وتيرة القرارات إلى أن وصلنا إلى القرار الذي يعني تعقيب جميع المواطنين وبإرادة مالية مجانا، وبالتالي كان صاحب الجلالة نصر الله سباقا لإعطاء المثال لجميع الفئات من أجل المساهمة في هذه الحملة ديال التعقيم، ولبعثرت كل الشكوك والأقوال التي تشكك في نجاعة هذا اللقاح، بحيث أنه
أصبح اليوم علميا وأصبح اليوم معترف به دوليا أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الجائحة هو التلقيح، وكان بفضل حكمة وجرأة صاحب الجلالة أن توصلنا بالدفعات الأولى لهذه التلقيح التي ستستمر والتي ستغطي بإذن الله جميع الفئات المشتبه. الأستاذ محمد الزروني، أنتم محاسب معتمد وقيدون هذه المهنة ببلادنا. أنتم تعلمون بأن المهنة عرفت مخاضا في السنوات الأخيرة، يعني هل هناك مستجدات تتعلق بالمهنة؟ المهنة بدأ التقنين المتعلق بالمهنة منذ سنة 2019 2093 2093، حيث صدر أول مرسوم بخصوص تنظيم مهنة المحاسب، إلا أن المرسوم لم يغطي جميع الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمهنة، بحيث انصب فقط على إعطاء لقب المحاسب دون أن يعطي الاختصاصات للمحاسب ودون أن يعطي المؤسسات التسييرية لهذه المنظمة. وبحيث منذ 2013 كان عندنا الجرأة باش حررنا أول مشروع قانون من أجل التنظيم الشامل للمهنة، وبعد مخاض عسير توصلنا خلال سنة 2015 من استصدار القانون 127/15 الذي نظم المهنة في جميع جوانبها، إلا أن الممارسة أو التطبيق لهذا القانون أبان عن بعض النواقص، حيث لم يشمل هذا التنظيم إلا حوالي 1700 محاسب معتمد، وبقي على الهامش حوالي 2200 محاسب تحت لقب محاسب مستقل. وبالتالي تبين على أن المهنة تدار بفئتين، فئة المحاسب الحامل للقب محاسب معتمد وفئة خارج الإطار. وبالتالي منذ سنة 2015 وكان لنا الشرف كأول مجلس وطني أن نساهم وأن نعمل على تحديث هذا القانون يعني تجاوز بعض العوائق التي واجهت الإخوة الذين كانوا مسجلين تحت لقب محاسب مستقل. والآن هذا خبر يمكن نعطيكم فيه الصدق، هو أنه مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون 127/12 كان سابق عليه في الغرفة الأولى، ثم الآن تعرض على الغرفة الثانية، وكان صدر على رئاسة الغرفة الأولى واحد البلاغ من أجل تقديم التعديلات المتعلقة بهذا المشروع، وكان آخر أجل هو اليوم على أساس أن يقدم للجلسة ديال التصويت يوم الاثنين 1 فبراير من المقبل إن شاء الله، وبالتالي ستكون مناسبة من أجل جمع الشمل ديال المحاسبين المعتمدين وانضوائهم جميعا تحت الهيئة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، وثم المجالس الجهوية للمحاسبين المعتمدين. هذا هو السؤال الموالي، القانون اللي من المنتظر أن يصوت عليه يوم الاثنين المقبل، باعتقادكم الأستاذ محمد الزروني هل سيعيد الهيبة للمحاسب المعتمد؟ وبالطبع يعني لأن القانون فيه جوانب تنظيمية وثم فيه جوانب تسييرية والقانون أعطى صلاحيات كبيرة للمجلس الوطني للمجالس الجهوية من حيث تتبع أشغال وأعمال المحاسبين المعتمدين، وفي حالة ما إذا تبين أن هناك تجاوزات يعني أعطاه السلطة التأديبية، بحيث يمكن في حالة التجاوزات
أن تتخذ قرارات إما بالتوقيف لمدة معينة أو بالإنذار أو بالتوقيف والتشطيب الشامل، وبالتالي يعني كل المحاسبين سيكونون خاضعين لسلطة ورقابة هذا المجلس من أجل يعني ضبط الممارسات داخل الميناء وحسب القواعد المتعارف عليها، القواعد المحاسبية المتعارف عليها سواء وطنيا أو دوليا. ثم كاين جانب آخر هو جانب يتعلق بالعلاقة ما بين المحاسب المعتمد وما بين الزبون. لا يخفى عليكم أن التشتت الذي كانت تعرفه المهنة أدى إلى بعض الانحرافات والانزلاقات فيما يخص مقابل الخدمات التي تؤدى من طرف المحاسب المعتمد. وبالتالي وحين يكون الجميع تحت لواء المنظمة يجب أن نحدد المعايير من أجل تحديد أتعاب المحاسب المعتمد حتى يعني يمارس في أريحية وفي جودة وفي وضعية مادية يعني تلقى بالمحاسب المعتمد وبالمهنة ككل. الأستاذ محمد الزروني، على ضوء هذه المعطيات اللي هي تشريعية تنظيمية قانونية، هل أنتم مطمئنون لمهنة المحاسب المعتمد مستقبلا؟ لا، هو الظروف الحالية يمكن تشير على نوعية من الاطمئنان. علاش؟ لأن الثغرات التي أبان عليها القانون 127/12 حاولنا أن نتداركها في هذا، وهذا مع العلم أن يعني كتجربة أولى لأول مجلس وطني كان هناك نقاشات، وكانت هناك نقاشات في بعض الأحيان نقاشات حادة، بحيث أنه كانت هناك بعض الفصول المبهمة التي لم نستوعب عمقها. بحيث على سبيل المثال كان هناك حراك جد جد حاد داخل المؤسسة اللي هي المجلس الوطني هذا حول مدى اختصاصات الرئيس واختصاصات الكاتب العام واختصاصات الأعضاء الآخرين، وكان نقاش وما قدرنا، واللي أدى إلى عدة نقاشات بل حتى إلى انشقاقات. وهذه الانشقاقات طورت وظهرت على مستوى المجموعة ديال المحاسبين، بحيث كانت هناك آراء مختلفة داخل المجلس المحاسبي حول التأويلات التي يمكن أن نعطيها لبعض الفصول كما قلت، سواء المتعلقة باختصاصات الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال. هذا يعني هجم الشتات وتقوية سلطة المجلس الوطني والمجالس الجهوية من شأنها أن تعطي نوعية من أولا أن تعطي نوعية من الهيبة للمهنة ككل، ثانيا أن تبعث على نوع من الاطمئنان داخل المجلس الجهوي داخل الجسم المحاسبتي. أخيرا الأستاذ محمد الزروني، أحيانا أنتم تصفون بأب المحاسب المعتمد، أحيانا حكيم المحاسب المعتمد، في الأخير الرسالة ديالكم لهذا؟ الرسالة اللي يمكن لي نوصل سواء للمهنيين أو للجهات المتعاملة مع المهنيين هو أنني أقول للمهنيين أن مستقبلنا بين أيدينا الآن، وحيث أن القانون أو المشروع ديال التعديل ديال القانون 127/12 جاء أولا لتسوية وضعية بعض الزبناء، بعض المحاسبين المستقلين وعددهم 2200، وتوحيد صفوف جميع المتعين، لتوضيح الرؤية فيما يخص بعض بنود المحاسب، البنود المتعلقة بالتسيير،
ثالثا ونقطة مهمة هو أنه الآن لا يمكن الولوج للمهنة بعد دخول المشروع التعديل، لا يمكن الولوج إلى المهنة إلا من خلال مباراة تنظم حسب المعايير التي سنضعها بشراكة مع وزارة المالية، وأن يكون المتقدم أو المترشح لحمل اللقب حائز على إجازة، ثم يخضع إلى مدة تدريب مدة سنتين، ثم إلى يعني واحد العرض التطبيقي بعد هذه المدة. علاش؟ لتقوية المعرفة سواء المحاسباتية أو القانونية التي يجب أن يتوفر عليها المحاسب المعتمد حتى يقوم بمهمته في أحسن الظروف. ولا يخفى عليكم أن الدور الذي يقوم به المحاسب المعتمد هو دور جد حساس، بحيث لا يمكن أن تطغى علينا كلمة المحاسب، لأن المحاسب المعتمد هو بمثابة الشريك وبمثابة الأكومبانياتور، يعني المرافق والمستشار للمقاولة في جوانب عدة، من الناحية المحاسبية، من الناحية ديال الجوانب القانونية، من الناحية التنظيمية المالية، من الناحية ديال الشغل، من الناحية الاقتصادية، بحيث هذه كل جملة من الجوانب التي يجب أن يكون المحاسب المعتمد متمكن منها. وبالتالي يعني عندنا واحد دور جد هام وجد خطير على على المقاولة والشركات في المغرب، وبالتالي يجب أن نسهر على تقوية الكفاءة وعلى تقوية التكوين لدى المحاسب المعتمد، سواء من خلال التكوين الرئيسي أو من خلال التكوين المصنع، حتى نقول لا يخفى عليكم بأن القوانين المتعلقة بالشركات وبالمقاولات هي قوانين متجددة، وعلى سبيل المثال القانون المالي الذي يأتي سنويا بتغييرات حول المدونة العامة للضرائب، ثم كاين التعديلات التي تأتي في إطار إنشاء المقاولات، ثم يعني جوانب متعددة. وكما أننا نقوم بربط العلاقة ما بين المقاولة والقطاع الاقتصادي ككل، وبين هيئات متعددة، منها إدارة الضرائب، منها المحاكم في طريق السجل التجاري، ثم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غير ذلك. وبالتالي يجب أن تكون لنا أولا هيئة مؤطرة وقوية، ثم يجب أن تكون لنا تكوين عميق في هذه المجالات ديال الاختصاصات التي نمارسها، حتى يعني نمكن الشركات من تنظيم محكم، وحتى نمكن الدولة من مداخيل جبائية تعطي الصورة الحقيقية للوضعية الاقتصادية للمقاولة. شكرا أستاذ. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.